بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الاعزاء، طلاب السادس الف، هلا بكم. اليوم محاضرتنا خاصه بالذوبانيه، لكن موضوع الترسيب واكو اسئله خاصه بها. يكون بدايه السؤال: هل تتوقع ترسيب؟ هل يترسب؟ هل يظهر راسب؟ هل يحدث ترسيب؟ يعني كلمة الترسيب موجودة بالسؤال، لذلك شوي ركز من يجيني أو من تجيني كلمة ترسيب. شو أسوي؟ حيث يكون الكي أس بي معلوم، يعطيك بالسؤال الكي أس بي، يعني ما بيها مجال، بس مرات بيعطيكها بشكل مباشر. شلون يعطيني إياها؟ يعطيني إياها في كي أس بي، وإحنا تعلمنا شلون نحول البي كي أس بي إلى كي أس بي، وكذلك تراكيز الأيونات الناتجة من ذوبان المادة شحيحة الذوبان في أي مرحلة من مراحل الذوبان. أول شيء شو نسوي؟ نكتب معادلة الذوبان، يعني معادلة الملح الشحيح، ونقوم بحساب حاصل الأيوني اللي هو الكيو اس بي. كيو اس بي اللي هو جاي من حاصل ضرب التراكيز المولارية المن للأيونات الناتجة من عملية الإذابة. الحاصل الأيوني تعريفه هو حاصل ضرب التراكيز المولارية في أي مرحلة من مراحل تفكك المادة للأيونات الناتجة من تفكك المادة الشحيحة، كل منها مرفوع إلى أس مساو لعدد مولات كل منها في المعادلة الكيميائية الموزونة. يعني أنا عندي تراكيز مولارية أجي أضربهم، بس ياهن اللي هن بالنواتج اللي يعطيني ياهن بالسؤال، يقول هو حاصل ضرب التراكيز المولارية للأيونات الناتجة من تفكك المادة، يعني من ملح شحيح الذوبان أو مادة قاعدية شحيحة الذوبان، وعدنا خير من الله، كل منها مرفوعا إلى أس مساو لعدد مولات اللي موجودة في المعادلة الكيميائية الموزونة. من خلال قيمة الحاصل الأيوني وقارنا مع قيمة حاصل الذوبان اللي هو الكي اس بي، يمكن ان اتنبأ اذا كان الملح يترسب او لا يترسب. شوية ملاحظة صغيرة وانا هيش انتبه عليها، انا حتى اعرف انه هذه المادة تترسب لو لا، خلي ببالك نقطة شنو هي، انه الكي اس بي يمثل الذوبانية، كل ما صعدت قيمة الكي اس بي كل ما كانت ذوبانية المادة عالية. يعني شنو؟ ماكو ترسيب. كل ما كانت قيمة الكي اس بي قليلة راح يكون شنو؟ راح يكون عندي ترسيب، وبالتالي الذوبانية تقل. لاحظ هنا أنا شوف شو يقول، الحاصل الأيوني حاصل لكيو اس بي إذا كان أكبر من الكي اس بي، يعني قيمة الكي اس بي شبيهة قليلة، يعني ذوبانية ما عندي، يعني هنا أنا شو صار عندي؟ صار عندي عملية ترسيب. لكن لو كانت القيم متساوية بين الحاصل الأيوني وقيمة الكي اس بي، شنو معناها؟ يعني تراكيز الكيو اس بي هي نفس تراكيز الكيو. الحاصل الأيوني إذا كان هو الأقل أكيد هنا أنا لا يحدث ترسيب بسبب وجود ذوبانية عالية، وأنا جاي أقلك إياها وأعدلك إياها مرة واثنين وثلاثة. انتبه لي إنه الكي اس بي مثل شنو؟ مثل الذوبانية. هذا هنا مخطط بسيط راح نشوفه بحل هذا السؤال اللي يقول سؤال 23 من الأسئلة الوزارية المكررة هو يجينا. زين شو يقول؟ يقول أعطيك تركيز أيون الكالسيوم اللي الكتلة المولية معطيك إياها 40 غرام على مول في بلازما الدم يساوي 0.1 هنا غرام على لتر. شنو هاي؟ زين هنا معطينا غرام على لتر، احنا نتعامل مع غرام على لتر؟ لا، لان الكي اس بي ماكو علاقه بين الكي اس بي وشنو؟ الذوبانيه الغراميه. يجب تحويل تركيز من؟ اجي اقول تركيز من هو؟ السي اي الموجب 2 هذا اللي هو اريده بالذوبانيه مولارية. شلون احوله؟ اقول هنا أنا يا بذوبانية غرامية اس غرام على لتر على كتلة مولية ويساوي مطيني هنا 0.1 على 40. شلون اقسم الساد؟ بعيني باولي حبيبي. اجي اقول نخليه هنا هاي القسمة تفيدنا. هاي القسمة. اوكي. عندي هذا اعتبره هنا ينشال واضيف صفر، يعني عندي 400 وعندي هنا الواحد 0.0 بعد صفر، هذا هم صفر، هذا هم صفر، هذا هم صفر، بيش قد 2 هاي 800 من 1200
أضيف بعد صفر بها خمسة، هاي خمسة، خمسة صفار اثنين أو خمسة في أربعة أكيد إيش قد 20 ويساوي 0.0025. يعني تركيز ال سي أي الموجب اثنين تقدر تقول عليه 25 في 10 سالب 4 شنو؟ مولاري. أو تقدر تكتبه بالشكل التالي شنو؟ أكتبه مول على لتر، هاي مول لكل لتر يعني مولاري. جهزته قل فإذا كان شنو؟ تركيز أيون الأوكسالات هو 10 سالب 7 كلش تمام. هل تتوقع أن تترسب؟ أنا أول شيء سويت حولت الذوبانية، شنو يا ذوبانية؟ ذوبانية غرامية إلى ذوبانية مولارية. لطيف، ليش السات حولناها؟ أنا أقول لك ليش، لأن أنا ما عندي علاقة بين الكي أس بي وبعد والذوبانية الغرامية، لازم أحولها إلمن إلى ذوبانية مولارية واشتغل زين. قرأت هنا أنا هل تتوقع أن تترسب؟ أنا إيش قلت لك بالبداية شو تسوي؟ أولا لازم من يعني التنبؤ مالك شلون راح يصير، لازم اسوي مقارنه بين الكيو اللي بعدني ما مستخرجها والكي اس بي اللي المفروض عندي، لكن ايش مطيني؟ صار مطيني بي كي اس بي. احول هاي البي كي اس بي، يعني الكي اس بي يساوي 10 اس سالب البي كي اس بي زين، ويساوي 10 أس سالب القيمتها ايش قد مطيني اياها؟ 8.64 في 10 ايش قد؟ أس موجب 9 في 10 أس سالب شنو؟ 9. كي اس بي يساوي هذا طبعا في 10 أس سالب 9 ينزل هذا طرحه، يعني 10 للأس 0.36، هاي 3 هاي 6، هاي عندي موجود واللوغاريتم يروح، يعني الكي اس بي يساوي 2.3 في شنو؟ في 10 سالب 9 والثوابت بدون شنو؟ بدون وحدات. لطيف، كملت الكي اس بي اي جهزته. ايش عندي بعد؟ عندي لازم اجي اكتب المعادله الكيميائيه. شنو هي معادلتي؟ معادلتي تقول، معادلتي تقول عندي اوكسالات الكالسيوم CaC2O4 يتفكك تفكك، هنا انا غير تام لانه ملح شحيح الذوبان يعطيني Ca موجب 2 زائد C2O4 سالب 2 تمام زين. هذا مطيك التركيز اللي حصلت عليه هو 25 في 10 اس سالب 4 وهذا 10 اس سالب 7 موجود بالسؤال هذا ويا مولاري. إذن الكيو يساوي حاصل ضرب التراكيز المولارية هذا الموجب في السي 2 او 4 سالب 2 الكيو يساوي 25 في 10 سالب 4 في 10 سالب 7 ويساوي 25 في 10 سالب شقد 11. هاي استخرجناها، اذا هسه اجي اقارن اشوف ياهو الاكبر الكي اس بي لو الكيو. كي اس بي انا استخرجت 2.3 في 10 اس سالب 9 هذا 25 في 10 اس سالب 11 اكيد هذا اكبر، بما انه اكبر الكي اس بي اللي تمثل لي الذوبانية اذا لا يحدث ترسيب، هذا هنا لا يحدث ترسيب. ليش؟ لأن قيمة الكي اس بي هي العالية وقيمة الحاصل الذوبان هو شنو؟ قليلة. سؤال اللي بعده يقول، هذا السؤال تمرين 3-12، يقول محلول من نترات الفضة AgNO3 تركيزه 0.01 وحجمه 20 مللتر تمام، أضيفه إلى 80 مللتر من كرومات البوتاسيوم، بين هل تترسب كرومات الفضة لو ما تترسب؟ مطيك الكي اس بي لكرومات الفضة مطينياها، لكن الكيو إلها ما عندي، لازم أحصل على تركيز الاي جي ولازم أحصل على تركيز منه السيارة او 4. شلون أحصل على تراكيزهم؟ ساذني تراكيزهم لا باوع لي حجمين عندك، هذا حجم وهذا شنو؟
هذا حجم ثاني، حجمين، هذا حجم وهذا حجم، هذا حجم أول، هذا الأول، وهذا عندي حجم شنو؟ هذا حجم ثاني. بما أنه عندي أنا حجمين مثل ما تشوف حجمين، لازم أسوي تخفيف لكل واحد من عندهم وأطلع تركيزهم. وبما أنه هذه الأملاح تتفكك تفكك تام، فتركيزها يساوي تركيز الأي جي والأن أو. شلون راح نحل السؤال؟ كالآتي باوع لي. أولا أنا عندي مادتين، المادة شوف المادة الرئيسية اللي أريد أسوي لها مقارنة هي هاي، باعلها AG2CrO4، هذا من يتفكك يطلع عندي 2AG موجب زائد CrO4 سالب 2. أنا شو أحتاج هسه شباب؟ أحتاج أستخرج تركيز هاي المادة وتركيز هاي المادة. شلون أنا جيت هنا أنا حصلت على تركيز ذن المواد بالسؤال اللي قبله؟ لازم أجي أستخرجهن. شلون أجي أستخرج الأي جي وشلون أجي أستخرج السي آر؟ أجي الأول واحد هنا أنا. أولاً شو أسوي؟ أولاً نستخرج تركيز الاي جي هذا اول واحد من الاتي. شو اسوي؟ انا اقول لك، انا عندي الاي جي ان او 3 المطيني اياه هذا، هنا انا اجري عمليه تخفيف. شلون؟ اقول ام 1 في 1 يساوي ام 2 شنو؟ في 2. وهذا الام 1 انا عندي 0.01 في الحجم عندي بالبدايه 20 يساوي ام 2. استاذ الفي هاي راح نضربها في 2 شقد حبيبي؟ شوف في 2 يساوي 20 بالبدايه وضفت له 80، شقد صار؟ صار عندي 100 مللتر. بما انه اثنينهم بالمللتر فما احول، ابقي مثل ما هو. يعني استاذ هذا في 100؟ اي في 100. يعني من عنده اقول ام 2 تساوي هسه هاي الصفر ويا هذا البوينت راحت الله وياها، 2 يعني 0.02 على شقد؟ على 100، هاي على 100 ويساوي 0.002 مولاري. عيوني هذا تركيز من تركيز هاي المادة اللي هي اي جي باوع اي جي ان او 3 سهم واحد يعطيني اي جي موجب زائد ان او 3 شنو؟ سالب. هذا تركيزه 0.002 بالبدايه، هذول اكيد صفاره. هذا ينقص بمقدار وهذا يزداد بمقدار، يعني استاذ هذا ينقص 0.002 وهذا يزداد 0.002 يزداد. اذا تركيز، اقول تركيز الاي جي الموجب يساوي 0.002 شنو؟ مولاري. جهزت اول واحد هذا هنا أنا. اللي عندي صار 0.002. بعد عندي الكرومات، الكرومات شلون اجهزها؟ عندي مطيني مادة ثانية، هاي المادة الثانية ممكن اجي استخرجها هنا أنا. هم اجي هاي هنا أنا نمسحها، راح نكتب هنا أنا نستخرج تركيز الاي جي الموجب. هاي هنا هذه، هذا هنا أنا. 2 نستخرج تركيز السي ار او 4 سالب 2. شلون استخرجه؟ اولا اجي اقوم بعمليه التخفيف اللي هي ام 1 في 1 يساوي ام 2 في 2. ام 1 تعليني هنا على بالها 0.05، هذا 0.05 في الحجم الاول الى 80 يساوي ام 2 في شقد؟ الحجم النهائي 100. اذا ام 2 تساوي، طبعا هذا الصفر ويا البوينت هذا راح، 8 في 5 40، هاي 40 وعندي مرتبه واحده يعني 4 على 100 ويساوي 0.04 شنو؟ مولاري. تعال لي هنا شوي نكبرها الصبوره. المعادله اللي عندي هي K2CrO4 سهم واحد لانه يتفكك تفكك تام، يعطيني 2K موجب زائد CrO4 سالب 2.
هذا قيمته نفس قيمة هذا، يعني هذا 0.04 طبعا هنا بالبداية أصفار اثنين، هذا ينقص بمقدار، هذا يزداد بمقدار بنفس المقدار، يعني تركيز CrO4 سالب 2 يساوي 0.04 شنو؟ مولاري. جهزتهم اثنينهم، هذا هم جهزته صار عندي 0.04. هسه اجي اكتب المعادله مالتي نفسها هذيك الفوق بعدها، شنو هي المعادله؟ انا اقول لك اياها، اكتب لي اياها. Ag2CrO4 يتفكك يعطيني 2Ag موجب زائد CrO4 سالب 2. هذا انا عندي 0.002 وهنا انا عندي 0.04. لطيف. Q تساوي تركيز الAg موجب تربيع في تركيز CrO4 سالب 2 يساوي شي يساوي؟ هذا عندي اقدر اقول 2 في 10 اس سالب 3 الكل تربيع في 4 في 10 اس سالب 2 ويساوي 2 في 2 4 سالب 3 تربيع هو سالب 6 في 4 في 10 اس سالب 2 4 في 4 16 هذا عند ضرب تجمع الاسس في 10 اس سالب 8. اجي اقارن، شو اقارن؟ عندي الكيو وعندي الكي اس بي، هذا وهذا، هذا هو 16 في 10 اس سالب 8 والكي اس بي معطيني اياه هو 1.1، هذا 1.1 في 10 اس سالب 12 في 10 اس سالب 12. شوف ياهو الأكبر، أكيد هذا أكبر. إذن هنا شنو يحدث؟ ترسيب، لأن قيمة الكيو شنو؟ قيمة الكيو عالية وقيمة الكي اس بي قليلة. لو كانت قيمة الكي اس بي عالية يعني ذوبانية عالية، من تكون قيمة الكي اس بي قليلة معناها شنو؟ معناها أنه الذوبانية قليلة وبالتالي يكون عندي مثل ما شفنا هنا يكون عندي ترسيب، ما عندي شنو؟ ما عندي ذوبانية. هذا السؤال اللي هو سؤال وزاري مزج بين 80 مللتر من نترات الباريوم و 20 مللتر من محلول كبريتات الصوديوم، هل يحصل ترسيب لكبريتات يحصل ترسيب ام لا لكبريتات الباريوم BASO4؟ لو نلاحظ هنا باريوم اخذه مننا والكبريتات اخذه منه، اذا علمت ان الذوبانيه المولاريه معطيني اياها للبي اي اس او 4 في محلوله الماء المشبع تساوي هالقد، زين بين ذلك حسابيا نفس السؤال تقريبا السابق لكن بصيغه ثانيه. هذا السؤال اذا علمت ان المحلول المشبع لكرومات الفضه نفسه احسب ثابت حاصل الذوبان، هنا انا عندي منطيني التراكيز، هل يحصل ترسيب ام لا؟ كل اشيك شوف K2CrO4 AgNO3 نفس السؤال الاول اللي انا هم حليته. نجي هنا على موضوع مهم جدا، هذا الموضوع يعتبر المواضيع اللي تتكرر مزاريا هواي. ما هي العوامل المؤثر على الذوبان؟ هي ثلاثه. اولا درجه الحراره، اثنين الايون المشترك، ثلاثه الاس الهيدروجيني. اولا ما هو تاثير درجه الحراره على الاس الهيدروجيني؟ نسولف عليها. يجيني سؤال ما هو تاثير درجه الحراره على الذوبانيه؟ شو ياثر؟ هذا ما بي قوانين، هاي ما بيها مسائل لكن كلاميات. شنو جوابه؟ يقول ان عمليه ذوبان اي ماده، من اريد اذوب اي ماده، يصاحبها امتصاص طاقة للتغلب على قوى الترابط بين مكونات المادة المذابة والتي تحصل عليها من انتشار وتميئ مكونات المادة في الوسط المائي، مما يؤدي في معظم الأحيان إلى ارتفاع أو انخفاض في درجة حرارة المحلول تبعا للفرق بين الطاقة الممتصة والطاقة المتحررة. وفي الواقع العملي تزداد ذوبانية معظم المواد شحيحة الذوبان بزيادة درجة حرارة، لكن يختلف مقدار هذه الزيادة من مادة إلمن إلى أخرى. أنا أعيد،
قول إن عملية ذوبان، أنا من أريد أذوب أي مادة شي رافقها، يصاحبها امتصاص. أكيد يصاحبها امتصاص. شنو امتصاص طاقة للتغلب على شنو؟ لازم من امتص طاقة هاي المادة اللي تريد الذوب حتى تتغلب على شنو؟ تتغلب على قوة الترابط بين مكونات المادة المذابة، مكوناتها يعني جزيئاتها ايوناتها، والتي تحصل عليها من انتشار وتميئ المادة في الوسط المائي. تميئ المادة مما يؤدي في معظم الأحيان إلى ارتفاع أو انخفاض في درجة حرارة المحلول، يا اما ترتفع او تنخفض. مو هنا أنا. النقطه الاساسيه قلت تبعا للفرق بين الطاقه الممتصه والطاقه المتحرره. الواقع العملي اكو عندي هنا تزداد ذوبانيه معظم المواد شحيحه الذوبان بزياده درجه الحراره، لكن يختلف هذا المقدار حسب نوع الماده المذابه من ماده الى اخرى. تاثير الايون المشترك، وهذا اكيد جاي وزاري تمهيدي 2023، بين تأثير الأيون المشترك على الذوبانية. شو يسوي الأيون المشترك؟ احنا سابقا الأيون المشترك شباب ايش قلنا؟ قلنا يأثر على، يقلل من حامضية الحوامض الضعيفة من اسويه اكيد يطلع الأيون المشترك، يخلي التفاعل يسير بالاتجاه الخلفي، ومن يتجه بالاتجاه الخلفي يقلل من درجة تفكك الالكتروليت الضعيف. هنا شنو؟ ذوبانية يقلل، أكيد يقلل من عندها. قول عند إضافة الأيون المشترك فإن زيادته تؤدي إلى إخلال في حالة الاتزان بين الراسب والأيونات الناتجة من المادة الذائبة، وحسب قاعدة لوشاتله ينزاح التفاعل بالاتجاه الخلفي ويزداد الترسيب وتقل الذوبانية. يعني الموضوع نفسه، يعني الموضوع أنه راح يكون لي هذا الأيون المشترك يجعل التفاعل يسير بالاتجاه الخلفي، يمنع المادة من التفكك، يمنع المادة من الذوبان، فيزداد الترسيب وتقل الذوبانية. شلون نحل هاي المسائل اللي هي خاصة بتأثير الأيون المشترك؟ المرحلة الأولى، أوكي، المرحلة الأولى نكتب معادلة ذوبان المادة شحيحة الذوبان في الماء النقي، ومنها نستنتج علاقة حساب الـ KSV ونحسب الذوبانية S، أو العكس حيث تكون الذوبانية S معلومة ونحسب منها قيمة الـ KSV للمادة. هذا في الشيء طبيعي. زين، هاي يعني نحسب ذوبانية المادة مثلا بوجود الماء النقي، اوكي، هاي مرحله. المرحله الثانيه راح يجينا بالسؤال يقول مثلا بين ذوبانيه الماده بوجود الايون المشترك. شلون بوجود الايون المشترك؟ المرحله الثانيه نكتب معادله ذوبان الماده شحيحه الذوبان مره اخرى مع فرض الذوبانيه، رمز اخر يختلف عن الاس مثلا واي مثل ما نشوفها هنا، ونكتب اسفلها معادله تفكك الماده المضافه اللي راح تسوي لي شنو؟ ايون مشترك. مثل هاي جودات الباريوم، تبت التفكك مالتها بي اي موجب 2 زائد 2 اي او 3 سالب، شوف ماده شحيحه الذوبان هذا اللي هو الكتروليت قوي يتفكك يعطيني كي موجب زائد اي او 3، هذا ايون مشترك. شوف ما كتبت اس، كتبت واي 2 واي. زين، دائما خلي ببالك دائما هاي 2y تهمل، هاي 2y هنا بهذا المكان، يعني الجزء هذا اللي هنا بالجزء المشترك الايون المشترك شبيه تهمل. بما ان الايون المشترك IO3 يكون تركيزه واي الناتج من الماده المضافه، ماده تفككها تام اكبر بكثير من تركيز، يعني هاي اللي جاي تتفكك اكثر بكثير، هاي اللي اقصد بها العفو، هاي تفككها يكون تام اكبر بكثير من هذه الماده فتهمل، لذا يمكن اهمال التواي ويكون تركيز الاي او 3 هو 0.1. وباستخدام علاقه ثابت حاصل الذوبان كي اس في للماده شحيحه الذوبان وتعويض قيمه البي وقيمه الكي اس في نحصل على شنو؟ نحصل على تركيز الايل التي تمثل ذوبانيه الماده شحيحه الذوبان. هذا مثل ما نشوف هنا نهملها بعدين نعوض. هاي راح يبين اكيد بحل من خلال من حل هذا السؤال. يقول عند نهايه الحل يكون الجواب دائما تقل الذوبانيه بوجود، هاي الملاحظه دائما نكتبها انه تقل الذوبانيه بوجود الايون المشترك. سؤال، ما هي ذوبانيه
ما هي الدوبانية المولارية المن يريدها للملح يودات البوريوم. يودات الباريوم هنا اللي صيغتها بي اي اي او 3 باي 2 طالب دومانيتها مطين الكي اس بي كلش تمام زين. هذا اليف كلش سهل. اجي اكتب الماده هي بي اي شوفي هنا بي اي اي او 3 باي 2 يتفكك تفكك غير تام يعطيني بي اي موجب 2 زائد 2 اي او 3 شنو سالب. هذا اس هاي هنا عندي اس هذا شنو هذا هنا عندي 2 اس. اجي اكتب الكي اس بي كي اس بي يساوي تركيز البي اي موجب 2 هاي تركيز هاي الماده في تركيز هذه الماده مرفوع الى اس اي او 3 سالب تربيع كي اس بي معطيني طبعا قيمته 1.57 في 10 أس سالب 9 يساوي هاي هنا عندي أس بعد وعندي هنا 2 أس تربيع. صار هسه التالي انه هاي العمليه اضربها صار عندي 4 أس تكعيب يساوي 1.57 في 10 أس سالب 9 اقسم على 4 الطرفين اس تكعيب يساوي هذا هنا المقدار مطيني اياه هو باو على هذا نفس المقدار يعني 0.39 في 10 اس سالب 9 جذر تكعيب للطرفين هاي الذوبانيه تساوي 0.73 في 10 اس سالب 3 لين سالب 9 على 3 اكيد سالب 3 وهاي هنا شنو مول أو مولاري. خلاص الجزء الأول من السؤال. دور شي يقول لي هنا بعدين يقول لي في الماء النقي أولا بعدين في محلول يودات البوتاسيوم بتركيز 0.02 ثم قارن النتائج. بس نكمل الباء زين عابدين إن شاء الله حبيبي حبيبي. باء في محلول يودات البوتاسيوم أجي أكتب المعادلة من جديد هنا نشوفها يعني نكتب المعادلات الاثنين ب اي اي او 3 باي 2 سهميا ب اي موجب 2 زائد 2 اي او 3 سالب مثل ما علمتك. خلي هنا واي لطيف وهاي 2 واي. تعال للثانيه الماده الثانيه اللي هي من هي كي اي او 3 كي اي او 3 سهم واحد كي موجب زائد اي او 3 سالب. هذا من مطيك تركيزه اللي هو 0.2 0.02 هذا 0.02 هذا هم 0.02 يعني الايون المشترك هذا اللي عندي هذا الايون المشترك. من اجي احسب اجي اقول له كي اس بي يساوي انتبه لي تركيز البي اي الموجب 2 في تركيز الاي او 3 سالب لكن شنو تربيع لطيف زين. شعوض مكان الكي اس بي هو موجود عندي وانا موجود هذا اللي استخرجناه قبل شويه وهو مطني بالسؤال 1.57 في 10 اس سالب 9 يساوي هاي هنا البي اي واي هاي واي في هاي مجموعهم لكن انا عندي 2 واي زائد 0.02 هاي اقول عليها تهمل هاي تهمل صار عندي صار عندي صار عندي واي تساوي هاي واي تساوي 1.57 في 10 اس سالب 9 على 0.02 هسه هذني ممكن اصعد هنا او اختصر العفو هاي مرتبتين هاي هنا عندي مرتبتين وهاي عندي هنا مرتبتين راحت الله وياها. اجي اقسم اقول له واي تساوي هنا يصير عندي 7 يزود 1 8.5 تقريبا اذا ضربناها في 2 هنا عندي 6 وصير 1 2 في 7 14 15 باليد 1 تمام مضبوط.
اوكي هاي الواي في 10 اس سالب 9 شنو؟ اكيد مولاري. هاي يا ذوبانيه، الذوبانيه بوجود عيار مشترك. قارن النتائج، شوف الذوبانيه هنا حبيبي، ذوبانيه من كانت هي عاليه جدا لكن تحولت الى 10 اس سالب 9 وبالتالي قلت الذوبانيه بمقدار كبير جدا. هاي هنا مثل ما نشوف قلت الذوبانيه بمقدار كبير جدا. لو لاحظ العفو هنا، هاي لازم نخليها هنا تربيع. اوكي هاي هنا راح نخليها تربيع حتى يطلع عندي رقم صحيح. بالتالي هذا يصير عندي هنا قبل الاختصار، قبل الاختصار نصححها، يصير عندي هنا 1.57 في 10 اس سالب 9 على 4 في قبل الاختصار، قبل الاختصار هذا 4 في 10 اس سالب 4 تمام. هذا هنا بعد عملية القسمة يطلع عندي الناتج هو 3.9 في 10 أس سالب 6 مولاري. هنا لحد هسه هذا هنا القيمة، لو نشوفها هذا هنا كان عندي التربيع اللي هو التربيع مالت الآي أو 3. شوف أباوع قيمة الذوبانية بعد إضافة الأيون المشترك قلت بمقدار كبير، وإذا قسمنا المقدار فيطلع 187 مرة قلت الذوبانية بوجود الأيون المشترك. إن شاء الله في محاضرات أخرى أو المحاضرة القادمة نكمل حل مسائل الذوبانية بوجود الأيون المشترك إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وإن شاء الله ما نقصر وياكم شبابنا الأبطال. مع السلامة.